السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة حكيم باش. الحلقة ديال اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نصوبوا العقدة ديال جوج سبيب مع سبيب، يعني كاين اللي كيحتاج في اللونسي ولا في البيلوطة كيحتاج جوج خيوط كيعقدهم مع خيط واحد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الطريقة ديالهم، والتذكير فقط غادي نوريكم العقدة اللي كنا شفنا شحال هذه ديال خيط مع خيط، يعني سبيب مع سبيب كيفاش غادي نديروا ليها. ها هو خيط وهو خيط، انا غادي نحاول ندير هاد القنانة بكبار شويه باش كومسا يكون هذاك الشيء واضح. المهم هادي يعني غادي نعاود هاد العقده اللي فايت ديرها في الفيديوهات. انتم لاحظوا معايا، دير واحد جوج ندير الثالثه، ها هي او نجمع عليهم دونك، ونفس الطريقه هنايا نهاية دي غير للتذكير فقط، عاد باش ندوز معكم الجوج خيوط مع خيط. دونك هي القنبة شوية معنكشة ولكن صوبناها. دونك هاي كيف ما لاحظتوا، دابا غادي نديرو جوج ديال الخيوط مع خيط واحد. غادي نفكو هاد العقدة ديالنا، وهاد العقدة اصلا يعني قد ما زيرتيها قد ما كتزيد تزير، قد ما جريتي عليها قد ما كتزيد تزير. دونك الخيط مشى كله لهين، ديما ندير روينه. دونك هما جوج خيوط، دابا غادي نجيبو الخيط اللي من الجهه الاخرى. ها هو غادي نشوفو دابا كيفاش نعقدو هذا مع هاد الجوج. نبداو، هذه طريقه سهله جدا. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد جوج غادي نعتبرهم خيط واحد بكل سهوله، صافي هادشي اللي غادي نديرو غادي نعقدو مع هذا بنفس الطريقه الاولى. ونجي نشد هذا ندير ليه، ها لاحظوا معايا، ها هي يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه نعاود نديرها. هما جوج خيوط. بالنسبه للي كيبدا يبرمهم بحال هكا ما ننصحش بهذه الطريقه، خليهم غير بحال هكا مسرحين، ونشدو الخيط ديالنا دورهم عليه بحال هكا ونديرو واحد جوج ثلاثة. كاين اللي كيدير قل كاين اللي كيدير كثر، بالنسبة لينا كندير ثلاثة، كندير ما قل لا ودل. دونك ها هي قال لي هاد الخيط تحت هوايا، غنشدو غادي ندير ليه واحد الدوارة، ندير الدورة الأولى الثانية الثالثة. ها هو غادي نزير. هما الطريقه ديال جوج خيوط مع خيط، يعني شي حاجه اللي سهله وسهله بزاف. كنشكركم على تتبع الحلقه، ونتمنى ان شاء الله نوصل لشي 1000 ابوني، واخا مازال كتبان لي القضيه بعيده شويه. ومعليا غنودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله